السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح ننتقل للمرحلة الثالثة، ولو أني كنت حاب أن أطول الموضوع أكثر بسبب العنصر اللي راح أكشفه لكم بعدين، ولكن في ظروف معينة راح أبينها لكم خلتني أضطر أني أسرع أو أجدم من الخطوة الثالثة. فالحين اللي راح أسويه راح أزيل غصن عندي من شجرة الليمون الكبيرة وراء أو خلف البيت. هذه الغصن ايضا وضعته في حسابي في الانستغرام من فتره طويله. اللي صار مع هذا الغصن، مع انه غصن اساسي للشجره، بس اللي صار انه شيء سقط من اعلى البيت وسقط على الغصن، فنوع اللي نزل الغصن فصار قريب ملامس للارض، فالغصن شبه متعور وما يتعرض للشمس كثير، فكنت احتاج ان ازيله. ولكن مثل ما دائما اقول لكم، بدال ما أزيل هذه الغصن، أنا ممكن أسوي له ترقيد هوائي وأطلع بشجرة ثانية تكون قوية، ساقها كبير ومستعد أنها تنتج بشكل أسرع، وهي فعلا فيها ثمر. أنا كنت أبغي أن أقطف الثمر وبعدين أزيلها، ولكن راح أبين لكم السبب اللي خلاني أستعجل وأزيل الغصن معاكم اليوم على أن في ثمر. راح أول شيء معاكم أزيل الغصن وراح نرجع إلى تكملة التجربة إن شاء الله. مثل ما احنا شايفين عندي هذه غصن الليمونة، هذه الليمون اخضر، سويت له ترقيد هوائي من فترة تقريبا في شهر واحد او شهر اثنين، وحطيت الصورة في حسابي في الانستغرام. ولكن انا شخصيا وقتها ما كنت متخيل ان راح استخدم هذا الغصن لهذا المشروع. فدائما اي غصن حابين نزيله او نقطعه نستفيد منه ان نسوي ترقيد هوائي وناخذه، وممكن نعطيه لأحد هدية أو نزرعه في مكان ثاني نكاثر نباتاتنا. فما نقطع غصن ونتخلص منه بشكل عشوائي إنه بس قاطعه وتخلص منه. فأنا ما كنت حاب إني أقطع هذه الغصن بهذه السرعة، ولكن مثل ما احنا شايفين في الغلاف اللي تحت، الكيس اللي تحت صار في تمزق وكذا بسبب القطاوة أو القطط اللي عندي في الحديقة، قطط صغيرة، فتسنن أظافرها على الكيس وكذا فمزقت لي الترقيد الهوائي، فخايف أن أخسر الغصن. كنت أبغي أزيل الثمر منه قبل لا أشيله، ولكن خوفا على الغصن ما أبي أخسر الترقيد الهوائي، الغصن ما زال قوي، فراح أقطعه وزيله وراح أرجع للأصيص وراح نشوف الخطوة اللي بعدها. لما أزيل غصن أخضر أو حي لازم أتأكد أني أستخدم منشار زراعي، ما أستخدم منشار عادي للخشب الجاف، وهذه تكلمنا عنها في موضوع الأدوات الزراعية في الفيديو اللي فات، وأيضا راح يطلع عندكم الرابط في أعلى الشاشة لهذا الفيديو اللي ما شاف الفيديو اللي يتكلم عن الأدوات الزراعية. فأحاول أني أزيله أقرب شيء ممكن للساس، فمثل ما احنا شايفين عندي قطع نظيف ما في اي تمزق، قطع نظيف. ممكن احط له صبغ واحمي القطع دي او احمي الشجره من الحشرات، هذه ايضا خطوه ممكن اتخذها. راح ازيل هذه الحبل لان كنت ساحب الغصن دي، وراح اسحب الغصن وارجع فيه الى الاصيص. في هذه الخطوه مثل ما وعدتكم اني راح احفر شويه في الارض واستخرج بعض ديدان الارض. عندي العبوة اللي دائما استخدمها للقهوة، فهذه هي العبوة اللي احط فيها القهوة في المطبخ. فاللي راح اسوي اني مجرد راح احط الديدان داخل القهوة مؤقتا الى ان انقلها الى الاصيص. يعني لو احصل 6 بيكون كفاية، بس مجرد انها تكاثر عندي في الارض او في الاصيص عفوا.
اخليها 5 بدل ما اقعد ادور وقت اكثر، فعندي هذه 5 وراح انقلها الى الاصيص هناك في التربة. بعد ما الحين ازلنا الغصن وخذنا ديدان الارض، مثل ما احنا شايفين التربة نزلت عن 200 لتر. انا ابغيها تقريبا تكون لحد هنا على اساس اقدر احط طبقه من المالش ايضا على اساس احمي الطبقه او سطح التربه من الحراره والشمس. فاول شيء راح اسوي اني راح شوي ازيد من التربه وراح احط الغصن وراح نضيف الديدان والقهوه، وبعدين راح نعطيها شوي من السماد على اساس نغذي الديدان نفسها. خطوة مهمة راح اسويها قبل لا ازرع الغصن دي، اللي هو ان هذه لازم نحط في بالنا ان هذه الغصن كان تحت الشجرة وتحت اغصان الشجرة، فكان عايش في الظل. انا الحين راح انقله في الاصيص وراح يحصل كمية عالية من الشمس. الحمضيات من بعض الاشجار اللي لو تعرض الغصن بعد ازالة الاوراق الى اشعة شمس ما متعود عليها راح تحترق النبتة، الجذع راح يحترق وراح يصير في عندي تمزق أو انكسار في القشر الخارجي، والخشب راح يموت، ممكن أخسر الغصن كامل. فلازم أخذ احتياطاتي وأحمي هذه الغصن من أشعة الشمس اللي هو الحين مو متعود عليها لأنه كان عايش تحت ظل الشجرة الأم. فالطريقة اللي أسويها أني أستخدم صبغ أبيض يكون water based، يعني اساسه ماي ما يكون اساسه زيت، ويكون لونه ابيض على اساس يعكس الاشعه من الشمس. وهذه الصبغ من ناحيه الاداء البيئي التقييم مالها 5، فيعني من ناحيه ضرر بيئي ضررها قليل جدا. واستخدمت هذه الطريقة مع ليمونة ثانية في الماضي، ومع الوقت لما الشجرة تكبر وهذه الصبغ راح يختفي من الشجرة. وهذه طريقة كانوا يستخدمونها اليونانيين في يعني من قبل قرون، كانوا يستخدمونها يصبغون الأشجار لحمايتها من الشمس ومن الحشرات. فهذه الطريقة موجودة ومثبتة وتستخدم، وأنا شخصيا استخدمتها. ومثل ما وعدتكم أنا ما راح أتكلم معكم عن شيء أنا ما جربته، فهذه الطريقة أنا جربتها وراح أستعملها مع هذه الشجرة على أساس أحميها من الشمس، لأن أنا أعرف أن راح تحترق لو ما حميتها من الشمس. فالحين اللي راح أسويه أني مجرد راح أدهن الغصن بالصبغ الأبيض علشان أوفر له الحماية من الشمس وعن الاحتراق. فبهذا الشكل عندي صبغت أهم أجزاء من الغصن، والحين ممكن أنقله إلى الأصيص. راح أكمل صباغة بقية الأجزاء، ولكن هذه أهم الأجزاء اللي هو الساق والأغصان الرئيسية راح أحميها، وبعدين راح نشتغل في الجزء الأعلى من الشجرة هذه. فاللي راح الحين أسويه أني راح أحاول أحدد اتجاه هذه الغصن أو الشجرة، أتوقع بهذا الشكل أحسن على أساس ما تزاحم الجدار. فهذا الشكل يكون ممتاز. أول شيء راح أزيل هذه البلاستيك، قبل لا أزيل البلاستيك اللي تحته وأكشف الجذور راح أحاول أسند الغصن على الجدار بدون ما يطيح، وأحاول أزيل هذه
الطبق تقريبا جاف، تقريبا جاف لان اساسه ماي فيجف بشكل سريع. هذه عندي احاول ازيل البلاستيك بدون ما اجرح الجذور، وهذه عندي كتلة الجذور اللي في الليمونة. هذه راح ممكن احاول اقطع، هذه راح احاول اجيب المقص الكبير واقطع الجزء ذي. فعندي هذه الجزء من الخشب راح احاول اقطعه بدون ما اضرب الجذور، بس محاولة ان اقلل من الحجم. طبعا غصن كبير ولكن اوكي الحمد لله قدرنا نقطعه، اساس هذه ما يتم داخل الاصيص ويتعفن لي. اكيد مع شجرة بهذه الحجم راح اسندها بعصا تكون كبيرة، والعصا وصلت الى الخشب على طول. طيب راح الحين اخذ النبتة احفر لها شوي، بس لا اكثر، احتاج احفر. راح اخليها بهذا الشكل، طبعا واضح اني راح احتاج ارفع منسوب التربة، لكن اول شيء اسويه اني اربطها في العصا اللي حطيتها لها على اساس تثبت. مثل ما دائما نقول دائما نربط اول شيء في العصا. اسحبها شوي لين تكون في الموقع المناسب، احاول افتح الاغصان والف عليها الحبل على اساس بس اتاكد انه يكون ماسكها بهذه الطريقة. مثل ما دائما نقول ما نربط على الشجرة نفسها العقدة على اساس ما نخنق الشجرة، لانه راح يأثر على قدرتها على النمو ونقل المياه والعناصر، فهذه جدا مهم نتأكد ان احنا نربط بالشكل الصحيح. هذا الشكل، طبعا هذا الربط راح يكون مؤقت الى ان تتقوى النبتة وتنمو وتنبت جذور جديدة، وهي راح تمسك الارض او التربة وتكون قوية. والعقدة الأخيرة راح تكون في العصا نفسها، ما نربط العقدة في الشجرة نفسها. فبهذا الشكل أنا الحين نقلت الليمونة، راح ارفع منسوب التربة، راح اضيف القهوة والدود او الديدان، راح اعطيها شوية سماد ايضا كمية بسيطة بس علشان اغذي الديدان ومو علشان اغذي النبتة. النبتة الحين تحتاج تتأقلم بعد الصدمة، وراح بعدها نحفزها على النمو. الحين مو بوقت نمو بالنسبة حق النبتة، فراح ارجع بتربة اكثر واضيفها علشان نرفع منسوب التربة وتقدر النبتة تواصل. هذه القهوة عندي مع الديدان راح أمثرها. راح أوزع القهوة بس علشان الديدان تقدر تنتشر في التربة. راح احط شوية من السماد ايضا. مثل ما ذكرت بس علشان اقدر اغذي الديدان في التربة. مثل ما احنا ملاحظين ابعد السماد عن ساق الشجرة او الغصن، لان جذورها ما زالت حساسة وصغيرة. والحين اضيف باقي التربة.
فاللي راح اسويه الحين اني مجرد راح اروي الاصيص الى ان اشوف مستوى التربه وين ينزل، واذا احتجت راح اضيف له زياده. راح ايضا اكمل صباغه الغصن او الجذع دي او الشيره هذه. الحين راح اواصل بس الاغصان الاساسيه اصبغها من كل الجهات، والخطوه الاهم اني راح ايضا ازيل اي خشب ميت في النبته، وممكن اني شوي ايضا اقلم من الشيره على اساس ان اعطيها فرصه ان تنمو، لان الحين الحجم اللي فوق اكبر من حجم الجذور اللي موجود، فممكن يسبب ارهاق للجذور، فعلى اساس شوي نساعد النبته ونخفف عليها. اعتذر منكم على الاضاءه شوي لان صار عندي الليل الحين، ولكن حبيت ان اخلص هالمشروع وياكم اليوم. فأتمنى أن استفدتوا من هذا الفيديو الثالث في هذه التجربة، وللحين مثل ما قلت لكم العنصر الأهم للحين ياي، فأتمنى أن تتابعون هذه السلسلة وتشوفون معاي النتائج على مر الوقت. فمثل ما احنا شايفين الحين العناصر أو المبادئ اللي شرحتها لكم في فيديوهات ثانية بدأت تبين الحين، مثلا عندنا القهوة، هذه عنصر جديد أضفناه، الديدان تكلمنا عنها في الفيديو اللي فات، والترقيد الهوائي كيف ان احنا استفدنا من هذه الغصن لانشاء مشروع جديد ويعطينا انطلاقه جديده. انا لو كنت ابي اشتري شيره بهذا الحجم راح تكلفني كثير، ما راح تكلفني شويه، يعني نتكلم عن تقريبا ما اتوقع اقل من $60 على اساس ان تكون العمله واضحه بالنسبه حق الكل، ما راح تكلفني اقل من $60. فهذه النبته حصلتها بلاش من شيرة عندي فيها إصابة، الغصن تعور نزل وسويت له ترقيد هوائي علشان أستفيد منه. فعندنا أيضا فكرة المالج، إن إحنا راح نحط مالج على التربة ونغطيها. عندنا كيفية الربط في العصا، تقليم الخشب الميت، وأيضا مبدأ اللي تكلمنا عنه اليوم اللي هو صباغة الخشب المكشوف لحمايته من الشمس، بالذات لما نقلم أشجار كان فيها أوراق كثيرة وقلمناها وأزلنا كثير من هذه الأوراق، لازم نوفر للساق أو الجذع حماية من الشمس، لأنه راح يحترق وراح يموت. ولو أن النبتة تستحمل الشمس، ولكن الساق أو الجذع تعود على الظل وما تعود على هذه الحرارة من الشمس أو أشعة الشمس الحامية، فلما مرة واحدة نكشف نقطع كل الأغصان أو نزيل الأوراق راح يحترق الجذع أو أساس الشجرة، وممكن نخسر الشجرة وتموت علينا. فأتمنى أن هذه العناصر كلها قاعدة تفيدكم في زراعتكم وفي تجاربكم، وراح نبين كيف أن احنا ممكن نجمع أفكار كثيرة ونحطها في مبدأ واحد أو في مشروع واحد، ونخرج بنتائج جديدة ومميزة وتعطينا نتائج قوية إن شاء الله. فاللي عنده أي سؤال أو أي استفسار بخصوص هذا المشروع أو أي موضوع ثاني تناولناه في هذا المشروع أو مشروع ثاني، ممكن يتركها في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.